السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد أو مرحبا بكم في قناة بيكوب للبيع في المغرب. اليوم جبت لكم واحد 13 البيكوب معروضة للبيع في هذه الأيام هذه، ولكن اليوم غادي نشوفوا غير السيارة ديال إيسوزو، غادي نشوفوا غير إيسوزو لا مارك ديال إيسوزو. إذا جبت لكم 13 سيارة إيسوزو فيها الموديل الجديد فيها القديم. دابا غادي نشوفو نبداو بأول بيكوب معنا، ولكن قبل ما نبداو كنتمنى أنكم تابوناو وديرو جيم باش تشجعوني باش نحط لكم فيديوهات كل نهار. جيم وتابوناو باش تشجعونا باش نكملو في هاد المسار ديالنا بحول الله. يلا نبداو على بركة الله، ما نطولش عليكم. نبداو بهادي، هادي كاينة في فاس، هادي دوبل كابين، هادي إيسوزو دوبل كابين. ما هي ديك فيها راه كما كتشوف معايا راه فيها الكاميرا اللور، كاميرا ديال دوكول، وفيها البوطا فيتاس اوتوماتيك. ما هي دي راه كتشوف معايا الطوموبيل باقا نقيه، فيها 4 البيبان. هذه كاينه في مدينه فاس، ونوا النمره ديالو خلاص غادي تلقاوهم ان شاء الله في التحت في الديسكريبسيون. هانتوما كيما كتشوفوا معايا هذه الثمن ديالها كيطلب فيها 97000 درهم، 97000 درهم، 9,700,000. هذه كيطلب فيها 97000 درهم، 97000 درهم. هذه إيسوزو دي ماكس اوتوماتيك فول اوبسيون. مازوت، هذه مازوت فيها 12 ديال الخيل، ضربه في الكيلومتراج 190000. موديل 2009، هادي موديل 2009، موديل 2009، الثمن ديالها كيطلب فيها 97000 درهم. فواتور اون سوبر بون نيتا، اونتروتيان ريغولييغ، اوتوماتيك، كليماتيز، فيها لا كليم، فيها لا ما فيها حتى شي ديفو، والضريبه ديالها 3000 درهم، وكلشي خالص. ما هي هادي كما كتشوف مع إيسوزو بيكوب دوبل كابين. ندوزو للطوموبيل اخرى، النمره ديالها غتلقاها في التحت ديسكريبسيون ان شاء الله، تلقاها في صندوق الوصف. نشوفوا هذه كاينه في كازا، هذه إيسوزو كاينه في كازا، كاينه في الدار البيضاء. انتما كما تشوفوا معايا التصوير ديالها، هي هذه دي. فيها غير كابين وحده، فيها غير البلايص ديال القدام. انتما كما كتشوفوا معايا هيا. بالنسبه لهادي، هادي كاينه في الدار البيضاء، مولاها كيطلب فيها 13,040,000 ريال، 132000 درهم، كيطلب فيها 132000 درهم، 132000 درهم كيطلب فيها. هادي إيسوزو مازوت، فيها 8 ديال الخيل، فيها 8 ديال الخيل، بوطا فيتاس مانيوال، موديل 2009، موديل 2009 إيسوزو دي ماكس. هادي بروميير مان بيكوب نقية افوندر اللي بغاها مرحبا. عندنا هي مولاها كيطلب فيها 13,040,000 ريال. ندوزو لطوموبيل اخرى معنا، هادي كاينة في الكارا، إيسوزو دي ماكس كاينة في الكارا. هاهي هادي كيما كتشوفو معايا إيسوزو دي ماكس كاينة في الكارا، فيها دوبل كابين، فيها الصندوق ديال اللور. هي هادي كيما كتشوفو معايا. بالنسبة لهادي فمولاها تيطلب فيها 150000 درهم، 15,000,000، 150000 درهم، 15,000,000. هادي كاينة في الكارا كيما قلت، مازوط، فيها 10 ديال الخيل، بوطا فيتاس مانيوال، وضربة في الكيلومتراج 190000، أكثر من 190000. موديل 2014، موديل 2014 دي ماكس، موديل دي ماكس. هادي بيكوب دوبل كابين اون بونيتا جينيرال إيسوزو موديل 2014، 10 ديال الخيل، ومازال انقية. النمرة ديالو غادي تلقاها في التحت. ندوزو لسيارة اخرى معنا، هادي إيسوزو، هادي كاينة في جديدة، مدينة الجديدة،
نتوما كما كتشوفوا معايا الطوموبيله مازال نقيه. هادي كاينه في مدينه جديده. بالنسبه لهذه ملاكه الفيات 138 الف درهم، 138 الف درهم، 13 مليون و 800. هذه اي سي جي دي ماكس كاينه في جديده. هذه مازوت فيها 10 ديال الخيل، ضربه في كيلومتراج 180 الف، 180 الف. مولاتي يقول على انها باقا نقيه. هذه موديل 2013 شهر 10، التالي ديال شهر في الاواخر ديال الشهر ديال 2013، في الاواخر ديال 2013. هي الثمن ديالها كما قلت 138 الف درهم، كاينه في جديده. دوزو طوموبيل اخرى معنا. هذه كاينه في مراكش، اي سي جي كاينه في مراكش. هادي فيها غير كابين وحده، البنوات كيبانو باقيين جداد، باقيين مزيانين. هاهي الصورة ديالها من الداخل، الطوموبيلة من الداخل كي دايرة. هاهي كما كتشوفو معايا، هاهي من الداخل. هادي مولاتي طلب فيها 53 ألف درهم، 5 مليون و 60 ألف ريال، 5 مليون و 300، 5 مليون 300. هادي كاينه في مراكش، مازوت فيها 10 ديال الخيل، وضربه اكثر من 300 الف كيلومتراج. مولاتي يقول ان اللي بيع نقيه اللي بغا مرحبا. كاينه في امزميز مراكش. هي دي دانها هي كما كتشوفوا معايا، هي كاينه كما قلت كاينه في امزميز مراكش، تيطلب فيها 53 الف درهم. ندوزو طوموبيل اخرى معنا. هذه كاينه في سوق السبت ولاد النمه، سوق السبت ولاد النمه، سوق السبت ولاد النمه. ها هي هذه، نشوفوا التصاور ديالها. هانتوما كتشوفو معايا التصاور ديالها. بالنسبة لهادي فمولاها كاينة في سوق السبت ولاد النمة. هادي مازوط في 10 ديال الخيل، في 10 ديال الخيل، ضربة في كيلومتراج 400 ألف، موديل 2009، موديل 2009. هادي اي سي جي دي ماكس. هاهي راه الطوموبيله مازال نقيه. هاهي دي. بالنسبه لنمره التليفون ديال مولا غادي تلقاها في صندوق الوصف في الديسكريبسيون. ندوزو للطوموبيل اخرى معنا. هادي كاينه في مدينه، كاينه في مدينه مكناس، كاينه في مدينه مكناس. اي سي جي هانتوما كتشوفو معايا، فهي باقا نقية. اي سي جي دي ماكس باقا نقية. هادي كاينة في مكناس كيما قلت. هادي مازوت في 10 ديال الخيل، ضربة في كيلومتراج 70 ألف، موديل 2011، اي سي جي دي ماكس. فيها 10 ديال الخيل كما قلت، 10 ديال الخيل. المزيد من المعلومات خصكم تتصلوا بصاحب السيارة. غادي نخليكم النمرة ديالو في صندوق الوصف إن شاء الله. ندوزو للسيارة أخرى معنا. هادي كاينة في مكناس حتى هي. هي دي كاينه في مكناس، اي سي جي دي ماكس. هي
كتشوف معايا. بالنسبه لهذه فكاينه في مدينه مكناس، هذه مازوت فيها 10 ديال الخيل وضربه في كيلومتراج اكثر من 100,000، موديل 2006، اي سي جي دي ماكس، وكتتواجد في مدينه مكناس. للمزيد من المعلومات غادي تتصلوا بمولاها. كاينه هذه، كاينه في مراكش، ها هي هذه كما كتشوفوا معايا، هذه كتواجد في مراكش، هذا الاي سي جي، هذه مازوت 10 الخير بواطا فيتاس مانويل، ضرب اكثر من 40,000 كيلومتراج، موديل 2007، اي سي جي دي ماكس، ماشي بروميير مان، هذه موديل 2007 اي سي جي، موديل 2007 كاينه في مراكش. ندوزو لطوموبيل اخرى معنا، هذه كاينه في مراكش حتى هي، هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما كتشوفوا التصاور ديالها. بالنسبه لهذه كاينه في مدينه مراكش، مازوت ضربه 250,000 كيلومتراج، موديل 2009، مولاتي يقول انها موديل 2009 شهر 12/17، ضربه 271,000 كيلومتراج، باقا لوكس، كاينه في لودايا ايتيمور. ندوزو لطوموبيل اخرى، كاينه هذه كاينه في خريبكا، اي سي جي دي ماكس كاينه في خريبكا، هي هادي، نتمنى تكون واضحة الصورة ديالها. هادي كاينه في خريبكا، هادي مازوت فيها 9 ديال الخيل، ضربة 400,000 كيلومتراج، موديل 2006، اي سي جي دي ماكس، هاهي هادي، كاينه في خريبكا. ندوزو لطوموبيل اخرى، هادي كاينه في تمارا، هذه كاينه في مدينه تمارا، انتما كتشوفوا التصاور ديالها، اي سي جي دي ماكس، هي دي. بالنسبه لهذه فهذه اي سي جي دي ماكس، مازوت وضربه اكثر من 95,000، موديل اكثر من 95,000 كيلومتراج، موديل 2010، نشوفوا اخر سياره معنا، هذه كاينه في سيدي مومن في الدار البيضاء، نفسي دي مومن بالدار البيضاء، نادي دوبل كابين، اي سي جي دوبل كابين، هانتوما كتشوفو معايا التصاور ديالها، اي سي جي دي ماكس، هادي كاينه في كيما قلت كاينه في الدار البيضاء، بوضع فيتاس مانويل وضربة اكثر من 400,000، موديل 2009، اي سي جي دي ماكس بروميير مان، هادي بروميير مان. اذا كانت هادي اخر بيكوب معنا المعروضة اليوم للبيع. بالنسبة للنوامر ديال التليفونات فغادي تهبطو لتحت، غادي تلقاو النمرة ديال التليفون، وغادي تلقاو المعلومات، جميع المعلومات، تلقاو المدينة، وقدامها غادي تلقاو
غادي تلقاو نمرة التليفون ديال مول الطوموبيل، غادي تتصلوا به و تفهموا معاه الا كنتو مهتمين بغيتو تشريو شي سيارة. وبلا ما تنساو تشتركوا في القناة وديروا واحد جيم باش تشجعوني باش نواصلوا في الفيديوهات بحول الله. نتشوفوا في الفيديو الجاي، يلا بالسلامة عليكم، تهلاو.